السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدينا الأحبة الكرام، وين ما كنتم أن تشاهدونا في مسابقة معارف التراث. هذه المسابقة التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، مسابقة رمضانية فرقية يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية في سبيل الوصول إلى المعلومة الصحيحة وأيضا الجوائز القيمة التي تقدمها هذه المسابقة. 5 مليون دينار عراقي للفائز الأول، و3 مليون دينار عراقي للفائز الثاني، و2 مليوني دينار عراقي للفائز الثالث. من سيحظى بهذه الجوائز القيمة؟ هذا ما ستبينه الحلقات القادمة. أيها الأحبة الكرام، نحن وصلنا وإياكم إلى مباراة حاسمة اليوم ما بين جامعة كربلاء وجامعة الكوفة. من سينتصر في هذه الحلقة؟ ممكن أن يكون معنا فائزا بإحدى الجوائز الثلاث، ومن يخسر سنودعه وسنلتقي به إن شاء الله في الموسم القادم. إذن الحلقة حاسمة يا شباب. نرحب بشبابنا في جامعة كربلاء، محمد وبشير وزهير، حياكم الله، كل هلا بيكم، وكل الترحاب بشبابنا الأحبة في جامعة الكوفة، علي وليث وعلي، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، ونتمنى يا رب التوفيق لكل الفريقين في أن يصلوا إلى أعلى درجات ونقاط ممكنة في سبيل أن يكونوا من الفائزين في هذه المسابقة. يلا بلش وياكم. إذن أيها الأحبة، في جامعة كربلاء مثل ما تعرفون المسابقة بثلاثة جولات. الجولة الأولى هي بأربعة أسئلة، السؤال الواحد قيمته 10 نقاط وسيكون فردي، والسؤال الأخير الرابع سيكون جماعي للمجموعة ككل. إذن خلونا نبلش وخلونا مسيطرين ونبلش بقوة إن شاء الله، وبدايتنا راح تكون مع محمد. السبعي طلع روحه بالساحة، ان شاء الله فوز. اي ربع نهائي اليوم، تسقيط فرد اليوم، اللي يخسر يطلع. ان شاء الله هم مهم، ما يقصرون، واحد لازم يتهيئ. يلا نروح لسؤالك يا محمد، والسؤال يقول: اول من شيد قبة للضريح المقدس للامامين العسكريين هو الشاه عباس الصفوي، الامير ناصر الدولة الحمداني، الميرزا محمد الشيرازي؟ من من هؤلاء هو من شيد اول قبة لضريح الامامين العسكريين؟ 30 ثانية يا محمد. وهو الاختيار الثاني. إذا نروح ويا الاختيار الثاني يا كنترول، الأمير ناصر الدولة الحمداني، هل هو إجابة صحيحة نفتتح بها الحلقة بعشر نقاط أم لا يا كنترول؟ كنترول ننتظر الإجابة، والإجابة صح، عفي عليك يا محمد. 10 نقاط حلوة نفتتح بها الحلقة ونكمل ونروح لجامعة الكوفة، ويا رب يكون الأمر كذلك مع علي. عندنا فوز وخسارة، الفريق ممكن الواجهة هنا قوي، ف أول أسئلة اللي اجتنا فاحنا ما عندنا اطلاع عليها. هي بس هاي اللغن احنا ربع، لا ان شاء الله ما نخسر، مسيطر ان شاء الله اليوم ان شاء الله. نروح لسؤالك، والسؤال يقول: يا علي، يرى بعض الباحثين ان كلمة كربلاء اصلها من البابلية القديمة بمعنى قرب الإله، أو الفرات القديم، أو الطف، ماذا تعني هذه المفردة؟ كربلاء، 30 ثانية يا علي، كفيلة بأن تعطيك 10 نقاط. ركز ويا الاختيار الثاني يا علي. وين؟ الفرات القديم. الفرات القديم. كنترول، علي يروح مع الاختيار الثاني وهو الفرات القديم، إجابة على السؤال المقدم له بكلمة كربلاء وأصلها من البابلية يعني الفرات القديم، والإجابة خطأ يا علي. خلونا مركزين، احنا في جولة حاسمة، والحاسمة يعني الخسران يطلع. قرب الإله هي الإجابة الصحيحة، بس مع ذلك خلونا مركزين، والتعويض ممكن بالجولات القادمة والأسئلة الجاية. نرجع ويا بشير،
وزين والحمد لله. جمعنا 290 الجولتين. إن شاء الله التوفيق بالجايات. تمام خلاص. شلونك يا بشير؟ الحمد لله. سؤالك يقول: شارع صاحب الزمان في مدينة كربلاء المقدسة كان يسمى سابقا زقاق أبو طالب، لو زقاق أبو دية، لو زقاق ابن الحمزة، شنو كان يسمون هذا الشارع سابقا؟ انت تندل الشارع لو ما تندله اول؟ تندله. تندله حلو. انا من كربلاء. زين، بس ان شاء الله نقول زقاق ابو دية الاختيار الثاني. زقاق ابو دية كنترول. بشير يقول اني من كربلاء والشارع مبدئيا اندله، ولكن راح اختار الاختيار الثاني. هو ليش استبعد الاول والثالث ما ندري، ضربه حظ ولا معلومه؟ والله مو معلومة أكيدة، مو معلومة أكيدة، لكن هو استبعد الأولى والأخيرة وقال الروح ويا أبو دية. عسى ولعل تكون الإجابة حلوة وصحيحة ونصير 20 ونكمل برتم تصاعدي في هذه الحلقة الحاسمة. كنترول احسم علينا الأمر وانطينا الإجابة صح لو خطأ يا كنترول. الكنترول يقول الإجابة صح، عفية عليك يا بشير. شارع أبو دية هو كان يسمى سابقا للشارع الحالي اللي هو شارع صاحب الزمان في كربلاء. حلو، 20 نقطة. إن شاء الله نبقى مسيطرين ومحافظين على تقدمنا والروح العلي. على حساب واسط، وأمس لعبنا ويا الكفيل واليوم إن شاء الله ويا كربلاء. اللي علينا سويناه ونقول زيادة ما يخالف، بس هاي مو نتيجة نهائية. علي وجامعة الكوفة نتمنى تعوض وتجينا بعشرة حلوة. سؤالك يقول: شاعر عراقي ولد في مدينة الدغارة في محافظة الديوانية عام 1945 للميلاد، وكان عضواً في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له ديوانان: الغابة الحمراء وأسعد إنسان في العالم. هو حسن البركي أم حسين الثويني أم جزار حنتوش؟ من هؤلاء صاحب هذه الدواوين الشعرية؟ يلا، هو ابن منو؟ ابن الدغارة، ابن الديوانية. 30 ثانية علي. نعم. حاول تجيب لنا 10 نقاط. هذه مباراة حاسمة وانت حاليا بلا نقطة بلا شيء. حابين تبقون؟ ان شاء الله الاختيار الاول. اعطونا اجابة صح. الاختيار الاول كنترول حسن البركي. الاختيار الأول، هل هو الشاعر العراقي الذي ولد في مدينة الدغارة عام 1945؟ الكنترول يقول لا، للأسف الإجابة خاطئة يا علي. جزار حنتوش هو الإجابة الصحيحة. ونبقى ونقول الأمل لا زال موجود يا شباب، وصارت ويانا هذا السيناريو بالحلقات السابقة، وكان العوض من ليث. نروح الزهير هالمرة. فوزين إن شاء الله. يلا ما يخالف، المهم فوز. يعني كانت منافسة قوية ومحتدمة يعني الصراع. شلونك يا زهير؟ الحمد لله. الحمد لله. دائما ما تكون مبتسم. الله يسلمك الله يديك إن شاء الله. أنت متفائل بالعادة؟ إن شاء الله متفائل دائما. إن شاء الله. سؤالك يا زهير يقول: كانت إمارة المنتفك أو المنتفج تمتد من مدينة الكوفة شمالا وحتى البصرة جنوبا، وكانت عاصمتها هي مدينة الفضلية أم مدينة البطحاء أم مدينة سوق الشيوخ؟ شنو هي عاصمة هذه الإمارة؟ ركز لي وانطيني الإجابة بثلاثين ثانية يا زهير. جماعتك جابوا 10 بـ10، أنت راح تحط لها 10 وتصير 30 لو لا يا زهير؟ إن شاء الله الخيار الأول. إن شاء الله الخيار الأول. كنترول، مدينة الفضلية هي عاصمة إمارة المنتفك أو المنتفج، صح ولا خطأ يا كنترول؟ بشرنا، نحتاج الإجابة الصحيحة والإجابة خطأ يا زهير للأسف. كنا نتمنى تكون إجابتك صح وتواصل التقدم وتقول مدينة سوق الشيوخ، ولكن للأسف الإجابة خاطئة. لكن مع ذلك خلونا مركزين وحلوين ومحافظين على نتيجتنا ونروح إلى ليث. بس يقبل جامعة الكفيل شوية كان فارق بسيط يعني،
وان شاء الله مستعدين لهم. يعني هذا مو مقياس جامعة الكفيل صراحة، احنا هم مو هينين مو قليلين، تعبنا بالاطلاع بالفحص. جامعة كربلاء ان شاء الله نفوز عليهم. المنافسات جدا جميلة صراحة، انا اتمنى ما تنتهي. ليت شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. انت حاسبات ويعني امورك ها دقيقة جدا، اريد الاجابة تكون بهذه الدقة، بدقة ما تعمل. والسؤال يقول: أول مطبعة دخلت إلى النجف الأشرف هي مطبعة النجف الأشرف، مطبعة الحبل المتين، مطبعة الأدباء؟ أي مطبعة دخلت إلى النجف لأول مرة؟ يلا 30 ثانية وأنتوا ولا نقطة. العشرة أحسن من الماكو. إن شاء الله مطبعة النجف الأشرف. إن شاء الله مطبعة النجف الأشرف. كنترول يقول إن شاء الله مطبعة النجف الأشرف اللي هي الإجابة رقم 1. هل هي الإجابة فعلا كذلك صحيحة أم خطأ يا كنترول؟ الجماعة ما عندهم ولا نقطة، يعني إذا قلت لنا 10 مستوى المنافسة يختلف. كنترول الإجابة صح ولا خطأ؟ الكنترول يقول للأسف الإجابة خاطئة هالمرة يا ليث. للأسف الإجابة الصحيحة مطبعة الحبل المتين. نبقى محافظين 20 مقابل لا شيء. شبابنا وصلنا وياكم للسؤال الجماعي، والسؤال يقول: في نهاية سنة 1861 أصدرت الإدارة العثمانية قرارا بجعل العمارة مركز قضاء تابع لولاية. يا ولاية المن تابع هذا؟ لولاية المنتفك أو المنتفج أو البصرة أو الكوت؟ 1861 سولفوا بيناتكم وانطوني الإجابة خلال 30 ثانية. يلا يا شباب خلونا دائما متذكرين هذه المباراة حاسمة، يعني الفوز بيها إلى طعم آخر، النقطة بيها إلها تأثير آخر. نعطينا إجابة يا شباب. الاختيار الأول يقول تابع لولاية المنتفك أو المنتفج. يا كنترول الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة صح ولا خطأ؟ كنترول أعطينا الإجابة، هل المنتفك هي فعلا هذه الولاية التي تبعت لها؟ يقول لا للأسف الإجابة الصح هي البصرة. بقينا 20. حلو، بقينا 20 شباب، هم 20 وانتم ممكن يصيرون 10 ونطلع من هذه الجولة فارق 10 نقاط. أفضل يعني بهواي من نطلع لا شيء إن شاء الله، بس خليها نفتح السكة مالتنا. ها يلا السؤال يقول: تقع ناحية الموفقية التابعة لقضاء الحي على الجانب الغربي لنهر الغراف، وتسمى محليا بالهورة لو القلعة لو محيرجة؟ شو يسموها محليا شباب؟ شوف لو تدري. يلا يا شباب 10 حلوة، قلل الفارق ونطلع بنقاط أفضل بكثير من أن نطلع من الجولة وما عدنا ولا نقطة. يلا يا شباب لقضاء الحي، قووا قلبكم وانطوني إجابة. قووا قلبكم وانطوني إجابة، خلاص الوقت. نعم القلعة. القلعة القلعة. كنترول يقولون القلعة، ويعني نتمنى تكون الإجابة صحيحة. يا ترى راح تفرحهم وتقولهم الإجابة خضرة صحيحة؟ للأسف يا شباب الإجابة الصحية محيرجة. ما علينا خلونا محافظين، قيمة السؤال الواحد بالجولة الجاية 30، كل اللي عندهم 20، يعني بسؤال نغير المعادلة كلها. أنتم مشاهدينا الأحبة الكرام خليكم ويانا مركزين، ودعواتكم أكيد لكل الفريقين، وخلي نشوف منو صاحب الفوز في نهاية هذه الحلقة. نتوقع، ولكن الجولات القادمة ستغير
النتائج تماما. خليكم ويانا متابعين، نروح إلى فاصل قصير وبعدها نكمل وياكم مسابقتنا في معارف التراث. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا الأحبة الكرام، ورجعنا وياكم بعد الفاصل حتى نكمل هذه المباراة الفاصلة الحاسمة ما بين فريقي جامعة كربلاء وجامعة الكوفة في مسابقة معارف التراث. يا شباب، وصلنا إلى الجولة الثانية، وهذه الجولة مهمة مهمة لأنه هي ممكن تحدد ملامح الفوز من ملامح الخسارة. جامعة الكوفة ما حصلت ولا نقطة بالجولة الأولى، وهذا لا يعني أنه هذا مستوى الفريق. بهذه الجولة راح نبلش وياكم، نتمنى البداية تكون موفقة ونبدي نحصل بها رصيد من النقاط اللي نكمل بأجواء تنافسية عالية إن شاء الله. نروح ويا علي. قيمة السؤال 30 نقطة، يعني تجاوبنا تصعدون على كربلاء. نروح لسؤالك يا علي مباشرة، والسؤال يقول: من القائل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول؟ أنبأت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. النابغ الذبياني أم حسان بن ثابت أم كعب بن زهير؟ من قال هذه الأبيات؟ النابغ الذبياني ما أبيت سامعان، بس النابغة مو النابغة، وأما حسان بن ثابت شاعر الرجول، أما كعب بن زهير. نستبعد الأول يا شباب، ويبقى الاثنين، عندك وقت 15 ثانية، اختار أما الثاني أما الثالث حسب يعني تحليلك. لا أمشي وين شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني نروح ويا حسان بن ثابت والثبت يا شباب. إن شاء الله. متأكد يا علي؟ بعون الله. بعون الله. يا شباب موقفنا جدا صعب يا كنترول، الجماعة يحتاجون نقاط بأمس الحاجة، يعني مو بس يحتاجون، بأمس الحاجة. حسان بن ثابت إجابة صح ولا خطأ؟ ممكن نقولهم مبروك عليكم 30 نقطة، لو لا يقول للأسف لا، الإجابة الصحيحة كعب بن زهير، وأنت كنت قريب من الإجابة يا علي، كنت قريب من الإجابة. حلو، حاولت توصل للإجابة وحللت يعني المضمون، لكن نتمنى على المرة الثانية يكون أكثر تركيز. حلو، خلونا مكملين، والعوض ممكن يصير. لحد الآن نتائج جيدة، ممكن نعوض والفوز ممكن للطرفين. لحد الآن ما انحسم أي شيء. محمد عندكم 20، بس هاي مو معناتها أنتم فايزين. سؤالكم يقول: مدرسة دار العلم من مدارس النجف الدينية المعروفة، وقد أسسها من الذي أسسها؟ السيد أبو القاسم الخوئي، السيد محسن الحكيم، السيد علي شبر الحسيني؟ من هؤلاء أسس هذه المدرسة؟ 30 ثانية وياك كفيلة بأن تعطينا إجابة صحيحة، وصير رصيدنا 50 يا جامعة كربلاء. 50 بالعادة درجة نجاح، عسى ولعل أن تكون هي كذلك في هذه المسابقة. نروح ويا الثاني. وين؟ ويا الثاني. ويا الثاني. السيد محسن الحكيم. السيد محسن الحكيم. إذا نثبت على الاختيار الثاني. نعم. كنترول راح نثبت على الاختيار الثاني، وهو السيد محسن الحكيم. يا ترى هل هذه الإجابة صحيحة وهو من أسس هذه المدرسة، أم الإجابة خاطئة؟ كنترول هم عندهم 20، تصير 50 لو لا يا كنترول. شنو هي الإجابة؟ كنترول الإجابة يقول خاطئة يا محمد، وبقينا على 20، وخلينا محافظين على رصيدنا وقدر الإمكان زودة ونقلل. الإجابة الصح هي أبو القاسم الخوئي. علي إن شاء الله المعنويات عالية، متفقين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا سؤالك يقول يا علي، نرجع إلى جامعة الكوفة. السؤال يقول: مدرسة البقعة كانت من مدارس مدينة كربلاء الدينية المهمة، وكانت تصدر يعني أو تصدر عنها مجلة بعنوان صوت المبلغين، أم أجوبة المسائل الدينية، أم صوت الحق؟ شنو عنوان هذه المجلة اللي كانت تصدر عن هذه المدرسة؟ حاول توصل للإجابة. الجماعة عندهم بس 20.
30 حلوة. إن شاء الله الجواب الأول. إن شاء الله الجواب الأول صوت المبلغين. كنترول ثبت على الإجابة الأولى ونعتمدها بهذه الجولة. علي يقول صوت المبلغين، متأكد يا علي؟ إن شاء الله. عندك معلومة يا علي؟ نعم. ليث متفائل خير أنت؟ إن شاء الله. يقول إن شاء الله. كنترول نروح إلى صوت المبلغين الاختيار الأول، ونتمنى تكون الإجابة خضراء ونكسر هالمرة القاعدة ونقولهم مبروك عليكم 30 نقطة يا كنترول، بشرنا وانطينا الإجابة. كنترول علي يقول الإجابة صح، عفية عليك عفية عليك، 30 نقطة. قادم أفضل. حلوة، القادم أفضل، صارت 30 بالجيب. يقول القادم أفضل، حلو. شبابنا 20 ها، هم صاروا 30، ما لنا علاقة احنا، كل ما عدنا من النقاط راح. هذه المباراة حاسمة، 10 نقاط تفرق جدا. تمام بشير؟ إن شاء الله. نروح لسؤالك يا بشير. سؤال بشير يقول متحف يضم عددا من القطع الآثارية تعود إلى فجر الإسلام والفترات الأموية والعباسية والفاطمية، ما هو هذا المتحف؟ هل هو متحف آثار النبطية العالمي، أم متحف آثار إقليم العقبة، أم متحف آثار بعلبك؟ أي هذه المتاحف هو الذي يضم هذه المقتنيات؟ يلا بشير السؤال إليك وحدك، والإجابة نريدها منك وحدك، ونتمنى تكون الإجابة صحيحة. يستعد. اختيار ثالث إن شاء الله. متحف آثار بعلبك. متحف آثار بعلبك يا كنترول. يقول إحنا عندنا 20 هم 30، وأنا أقول الاختيار الثالث، وكل هدفي إنه نصير 50 نقطة. يا ترى راح يتحقق هدفه وحلمه بالإجابة الصحيحة على هذا السؤال يا كنترول لو لا؟ الإجابة الثالثة يا كنترول، حمراء ولا خضراء؟ كنترول بشير يقول نصير 50، أنت شو تقول؟ الكنترول شو يقول؟ يقول نبقى 20، يقول نبقى 20 وخلي الأجواء تبقى تنافسية عالية. الجماعة هنا ماتت قلوبهم مرتين وثلاثة، خلي يموتون شوية، اشتكوا بيها. مباراة حاسمة، خلص مباراة حاسمة شباب. يلا ليث. نعم يا ليث، سؤالك يقول متحف وطني يقع في مدينة سليمانية، يوجد على جدرانه 182 ألف قطعة من الزجاج العاكس، ويعد الواجهة أو الوجهة السياحية الأكثر شهرة في هذه المدينة، إذ يزوره الآلاف من المحليين والسائحين وطلبة المدارس. شنو اسم هذا المتحف؟ هل هو متحف كريمان أو كريميان أو بامنا سوركا أو متحف إشكل؟ أي متحف من هذه هو الذي يعد الواجهة في مدينة سليمانية ويضم 182 ألف قطعة من الزجاج العاكس؟ 30 ثانية مقابلها 30 نقطة، ويعني الحكي هنا اختلف يا لي. إذا جبنا 30 نصير 60، يعلى الفارق، نصير أقرب للفوز. يلا يا لي. إن شاء الله سوركا. ثاني واحد. ثانية. كنترول روح إلى بامنا سوركا. هذا الاسم هل هو فعلا المتحف الذي يضم هذه القطع الزجاجية العاكسة في مدينة السليمانية ولا لا؟ كنترول جاوبنا وانطينا الإجابة وريح قلبنا وخلي الشباب يعني شوية يفرحون. صح ولا خطأ الإجابة الثانية يا كنترول؟ إذا صح يصيرون 60، وإذا خطأ نبقى على 30 يا كنترول. الإجابة صح ولا خطأ؟ أنا راح أشوف الإجابة بعيونكم. يلا 1 2 3 يا كنترول. حلو 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 حلو، مبروك. الله يبارك. 60 نقطة. 60 نقطة، حلو.
شباب شفتوا شلون تنقلب المعادلة؟ تنقلب المعادلة. يلا زهير معولين عليك هالمرة ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله وأنت لها وأنت قدها. السؤال يقول: يخلو خط المصاحف الأولى من الوصل والفصل، النسبة والتناسب، الحركات الإعرابية والنقاط. خط المصاحف الأولى كان يخلو من أي شيء من هذه الأشياء؟ كان يخلو من الوصل والفصل أم النسبة والتناسب أم الحركات الإعرابية والنقاط؟ من ماذا كان يخلو؟ نروح على الاختيار الثالث. عندك بس 20، تذكر زهير. حركات الإعرابية والنقاط. يلا أريد إجابة ثانيتين بقى. ثالث. إجابة الثالث. يابا يقول يخلو خط المصاحف الأولى من الحركات الإعرابية والنقاط. كنترول، هل يعقل إنه الخط يخلو من الحركات الإعرابية والنقاط في خط المصاحف الأولى مثل ما قال زهير؟ طبعا صح لو خطأ يا كنترول. نبقى 20 لو نصير 50 يا كنترول. الإجابة الثالثة الحركات الإعرابية والنقاط. صح ولا خطأ؟ صح. صح الحمد لله. إذن 50 حلوة و60 أحلى والفارق 10 والعشرة تتعوض ونرجع ونكمل ويا شبابنا جامعة الكوفة. أهلا وسهلا. أهلا بيك وبالمهلي. عندك 60 تهلي وتمرحب مو؟ تخبل. حتى لو عندك 0 تخبل. حلوة. يلا نروح سؤالكم الأخير في هذه الجولة. أجود أنواع الأحبار التي تستخدم في الخط العربي يصنع من ماذا؟ من الاختيار الأول يا كنترول، أوراق الشجر والصمغ العربي، أم من الفحم، أم من الصخام والصمغ العربي؟ الصمغ والصمغ العربي. اختيار الثالث. ثالث. مستعجلين. بعدنا ما شاء الله. متأكدين. أول ما قريت السؤال إحنا حاضرين الجواب. أنتم حاضرين الجواب. إحنا نريد نشوف 90 وران. حلو. جابت جماعة واثقين يقولون نريد نشوف 90. كنترول انت هم راح تموت قلبهم وتقولهم يابا هاي الحركات وكذا وعلى يعني لو شنو الموضوع هو يريد يتعبكم ها. كنترول يقول احنا واثقين والاختيار الثالث هو الصح، الصخام والصمغ العربي هو الذي يتكون منه ويصنع منه اجود انواع الاحبار. صح ولا خطا يا كنترول؟ 90 لو 60 يا كنترول. انا راح ابيع على ليث اذا ضحك ليث وهو دائما ما شاء الله مبتسم. هاي يا علي صح لو خطا؟ ان شاء الله. ها يا علي ضغطه هبط بعد ضغطك هبط يا علي. كنترول 60 لو 90. كنترول حمراء لو خضراء كل الأسئلة شلون تريد نسألك؟ شلون تريد نسألك؟ كنترول 90 لو 60 نحتاج إجابة. يقول 2 خطأ واحدة صح وعافية عليكم. إجابة صح 90. كان يلعب ويانا حلو واحنا ممنونين منك يا كنترول، لكن يعني على كيفك ويا الشباب. اي والله على كيفك ويا الشباب وعلى كيفك ويانا. اذا 90 مقابل 20. انتوا لبالكم انتهت؟ لا خير بركه. حلو راح نعود. عندنا 230 نقطه كل اللي عندهم 90. 230 نقطه. المهم متقدمين صح. احنا متقدمين ان شاء الله. نحن الان متقدمين ان شاء الله. ولكن يستمر سابقة تختلف فيها الموازين ما بين سؤال وآخر. يلا يا شباب سؤالكم الجماعي يقول: تقع المدرسة الغروية الدينية في النجف الأشرف في كربلاء المقدسة في الكاظمية المقدسة. سولفوا 30 ثانية ونريد منكم 30 نقطة وخلي 50 تصير 70 والسبعين قريبة على 90. يلا يا شباب. بشير يقول لازم نجاوب. نعم نجاوب ان شاء الله. يلا يلا يا بشير. يلا يا محمد. يلا يا زهير. يلا ها اجابه قبل ما ينتهي الوقت. 5 ثواني فقط. ان شاء الله النجف الاشرف. يا شباب يقولون النجف الاشرف هي مدرسه غرويه ودينيه، وين ممكن تكون؟ بالنجف الاشرف ان شاء الله. كنترول
النجف الأشرف الاختيار الأول، إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ جماعة ترى عندهم بس 50 والكوفة عندهم 90 يا كنترول. الإجابة صح ولا خطأ؟ أنتم متأكدين لو شنو؟ انتظر الكنترول. تنتظروا الكنترول هبط الضغط يعني زين، تنتظروا بثقة عالية لو الضغط هابط على زهير، لو شنو الوضع؟ هابط زهير دام ضغط هابط ايده الله يكرم ان شاء الله. يلا حلو حلو، نتمنى ان شاء الله الامور تكون غير ويتعدل الحال والخمسين تصير 70 بفضل اجابتكم الصحيحة. لو الخاطئة هيا كنترول راح تنطينا الاجابة وتقول صح، والإجابة صح عفية عليكم يا شباب. إذن الخمسين صارت شقد؟ 80 عفية عليك. إذن الخمسين صارت 80 والثمانين على 90 10 إن شاء الله ماك فرق. ماك فرق توقعها 70 لكن صارت 80 والثمانين لا هواي أقرب للتسعين شباب. إن شاء الله درجة تختلف. شفت؟ ماكو خسارة إن شاء الله. إذن إن شاء الله ما خسارة. التسعين تقابلها 80 وإحنا وصلنا لنهاية الجولة الثانية وبقى 200 نقطة بانتظار كلا الفريقين. شلون راح تكون النتائج؟ من راح يبقى ويانا؟ ومن راح يودعنا؟ من راح نشوفه بعد بحلقة جاية وحلقتين ممكن؟ ومن راح نقول له توصل بالسلامة؟ خليكم ويانا متابعين ومشجعين. خنروح فاصل نرجع نكمل وياكم الجولة الأخيرة، خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل الأخير في حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث، في هذه المباراة الحاسمة ما بين فريقي جامعة كربلاء وجامعة الكوفة. ختمنا وياكم جولتين وكان حصاد الجولتين لكل فريق كربلاء جابوا 80 نقطة والكوفة جابوا 90 نقطة، وعدنا الآن 200 نقطة بانتظار كل فريق. شو راح نحصل هذه النقاط ومن اللي راح يأخذها ومن اللي راح يطلع فائز ويانا بهذه الحلقة ونشوفه مرة ثانية وثالثة، ومن اللي راح نقول له مع السلامة. هذه الجولة الحاسمة يا شباب. نرجع ويا كربلاء وعدكم 80 محمد. قيمة السؤال هنا 50، خليكم مركزين وعدكم بس 80 نقطة. السؤال يقول يا محمد، السيد الحسن أبو الفضل تاج الدين له مرقد ذو قبة كبيرة، يقع هذا المرقد في الحلة وسط بغداد، أين يقع هذا المرقد؟ ركز لي 30 ثانية، عدكم 50 نقطة تنتظركم يا محمد. يلا حاول توصل للإجابة الصحيحة. السيد الحسن أبو الفضل تاج الدين وين مرقده؟ نروح ويا الحلة. تروح ويا الحلة ولا تروح للحلة؟ للحلة. نروح للحلة. كنترول تقول نروح للحلة، والحلة بيها مرقد ذو قبة كبيرة. ولا للأسف الإجابة خاطئة الكنترول. بقينا على 80 يا محمد. الإجابة الصحيحة في وسط وليس في الحلة. خلونا نركز يا شباب، 80 نقطة عندنا، فارق 10 نقاط، قيمة السؤال 50 والخسارة كبيرة، تعويضها مو سهل بهذه الجولة. علي نروح وياك، سؤالك يقول عمار بن ياسر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله المخلصين ومن حواري الإمام علي عليه السلام، استشهد في معركة صفين ودفن فيه، وين دفن عمار بن ياسر؟ في الكوفة، في الأنبار، في الرقة؟ تأكد، اتأنى وركز وحافظ على الوقت وانطيني الإجابة بثلاثين ثانية يا علي. أين دفن الصحابي عمار بن ياسر؟ إن شاء الله الرقة. الرقة؟ شو. إن شاء الله الرقة. وعلي يؤيد علي بالإجابة من خلال لغة جسده إن شاء الله. يا كنترول هل أنت
تؤيد من خلال الدلالة اللونية، لأن ما عندك جسد نشوفه يا كنترول. أحمر لو أخضر، إذا تأيد نطينا الأخضر وقول الرقة صح، وإذا لا نطينا الأحمر وقول الرقة خطأ. شو تقول يعني؟ ما أريد أشوف. أنت ما أدري تشوف حب الأخضر، بس جماعتك متحمسين إنه يشوفون. أنا أنت ما متحمس لأن خايف. زين، التسعين كنترول، نسويها 140 كنترول. التسعين الرقة تصير 140. فعلا علي ما يباوع. يا الله باوع وخليك واثق من اجابتك. 140 اعرف الصحابي استشهد بمعركة الصفين، قد تأكدت بالانبار بانه المعركة استمرت فترة طويلة وشيء. فتوقعت ممكن بالانبار، بس مشيت للرقة سوريا وهاي فذكرت الاكثر يعني. حلو، تحليل وتفاصيل، من اوصل للاجابة قوار شباب؟ الإجابة بها أبعاد أخرى. حلو، عافية عليك يا علي. 140 نقطة حلوات، غيرنا هواي من المعادلة شباب، هواي غيرنا. يلا وين نروح؟ لمن؟ يمك؟ استعد بشير؟ إن شاء الله. يلا سؤالك يا بشير يقول: له الهداية وترجمة الهداية فقيه عالم من أصحاب الفتوى، والظاهر أنه من أعلام أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجريين. هل هو المير أبو القاسم بن محمد مهدي، أم السيد إسماعيل الحسيني، أم الشيخ ميرزا إبراهيم الحائري؟ من هؤلاء تنطبق عليه هذه المواصفات التي وردت في السؤال يا بشير؟ ركز وحدك وفكر وحدك ونطينا الإجابة وخلي المعادلة تتغير يا بشير. إذا صارت 130 يقل الفارق. خير وبركة. خير وبركة. إن شاء الله الإجابة الأولى. إن شاء الله الإجابة الأولى. كنترول جماعة متأخرين، ونقول يعني نريد الإجابة الأولى تكون صحيحة، اللي هي المير أبو القاسم بن محمد مهدي. هل هي الإجابة الصح أم خطأ يا كنترول؟ فرحوا بشير وفرحونا وخلي جو المنافسة يعلى يا كنترول. خليها خضرة يا كنترول، وإن كان شباب هنا يقولون خليها حمرة يا كنترول، لكن خليها خضرة يا كنترول وخلي نكمل بأجواء تنافسية عالية. بشير مثل علي ما يحب ينتظر الإجابة، يقول أريد ما عندي شيء. أريد تبشروني. إن شاء الله ما عندي. تنتظر الكنترول وتباوع علي وأشوف بعيونك الإجابة. إن شاء الله. يلا يا كنترول، واحد اثنين ثلاثة يا كنترول، حمرة ولا خضرة؟ حلو حلو حلو، مبارك. الثمانين صارت شكد؟ 130. والمية وثلاثين على 140 فرق 10 يا شباب. خلونا مركزين وخلي نشوف أجواء المنافسة وين راح توصل. هنا تعادل ما ممكن، لو فوز لو خسارة. هلا بعلي، حياك الله. سؤالك يا علي يقول: ما بقي في قطعة الجلد من رغب بعد الترقيق يسمى، أو من زغب عفوا، السمج لو الرخو، السمج أو الرخو أو الشظف، ماذا يسمى؟ ما بقي من قطعة الجلد بعد زغب بعد الترقيق، الزغب اللي يبقى من الجلد بعد الترقيق شو يسموه؟ السمج، الرخو، الشظف، شو يسموه؟ معلومة غريبة حقيقة، يعني غريبة، سؤال غريب يا كنترول. إن شاء الله هو يقول أريد نوصلهم معلومة، ماكو شيء غريب يخفى علينا، قدر الإجابة وقدر الاختيار الثاني إن شاء الله ماكو شيء يخفى علينا. حلوة الثقة، حبيتها يا علي. عندك ترى بس 140 جماعة، 130 إن شاء الله، لل 180 لل 100 90 190 عفوا 90 الرخو تقول إن شاء الله. كنترول يقول الرخو، يقولوا هالمرة لا تعذبونا خلاص، لو إي لو لا، الرخو صح ولا خطأ؟ ليث من هسه يقول تمام مشجع. حلو يلا، واحد اثنين ثلاثة يا كنترول، الرخو إجابة صح ولا خطأ؟ كنترول سيرون 190
يقولون ايه يستاهل ال 190 علاوي. حلو، 190 نقطة لصالح جامعة الكوفة و 130 نقطة لصالح جامعة كربلاء. بس زهير بعد ما قال لنا ايش راح يسوي، راح تبقيها على 130 يا زهير؟ لو لا تقدر تسويها 180، شو تقول؟ بإذن الله. بإذن الله. سؤالك يا زهير يقول: من مراحل التحقيق التي يقوم بها المحقق في أو هي عملية المقارنة بين النسخ الخطية للتأكد من صحتها وإثبات الفوارق بينها، ويطلق على هذه العملية في هذه المرحلة هي التصحيح، المقابلة أم التخريج؟ شو يسمون هاي العملية؟ يجي الرجال يطابق في مرحلة التحقيق، يجي يطابق يجيب النسخ الأولية ويقارنها ويتأكد من صحتها وطبيعة الفوارق اللي بيها. 30 ثانية تختار لنا واحد من هذه الاختيارات: تصحيح، مقابلة، تخريج. زهير الحمل كبير يا زهير، 130 لازم تصير 180، وإذا صارت 180 يا سلام يصير السؤال الآخر. الخيار الثالث تخريج. تخريج؟ نعم. بصير يعني البشير ما مقتنع، بس احنا نحتاج زهير فقط. زهير يقول التخريج. كنترول. زهير إجابته صح لو خطأ يا كنترول. 130 تصير 180؟ لا، 130 تبقى 130. للأسف الإجابة خاطئة يا زهير. بشير قال لك إجابة المقابل، المقابلة هي الإجابة الصح. 190 مقابل 130. نروح ليث. سؤالك يقول يا ليث: أديب وشاعر جيد الشعر من أعلام النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، له قصيدة فائية طويلة في فضل أهل البيت عليهم السلام، هل هو الشيخ علي نقي بن محمد جعفر الحور، أم السيد هاشم الموسوي، أم الشيخ ملا هداية الله الخطيب؟ الاختيار الأول إن شاء الله. من هؤلاء؟ الاختيار الأول إن شاء الله. الاختيار الأول واثق؟ إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. يعني عندك المعلومة لو ضربة حظ يعني، ونقول احنا فايزين بكل الأحوال، خلاص احنا 190، حتى لو جابوا 50 بعد خلاص هم 180. لا شوية يعني هم مطلع على هالشي، الصورة مطلع على هالشي سؤال، فالاختيار الأول. الاختيار الأول كنترول، روح الاختيار الأول بعد ما نحتاج تعديل، لأن هم إذا فازوا هم فايزين بكل الأحوال، يعني حتى لو جابوا 50 يبقوا الفارق 10. كنترول، الإجابة الأولى صح ولا خطأ؟ الشيخ علي نقي محمد جعفر الحر إجابة صحيحة، 240 نقطة. حلوات، وين تفرق عندكم 240؟ بالنهائي إن شاء الله. حلو. مبارك مبارك مبارك. خلونا نعدل درجتنا ونجاوب على السؤال الأخير ونودع المسابقة بروحية حلوة وعالية. حالة صدر إن شاء الله. يلا سؤالكم الأخير شبابنا الحلوين: من التراث الفقهي للمحقق الماحوزي البحراني المتوفى سنة 1121 للهجرة كتاب طبع بتحقيق وتعليق الشيخ المهندس حسين بن علي آل سعيد، يعرف هذا الكتاب ب: النكتة السنية في المسألة المازنية، أم الدرة السنية في شرح القواعد الشهيدية، أم الدرة السنية في شرح الرسالة الألفية؟ ماذا يعرف؟ اعطوني الإجابة ب 30 ثانية. ركزوا، نعدل الفارق على أقل. 30 ثانية أخيرة في هذه المسابقة معكم يا شباب. اعطونا إجابة أخيرة. الأول؟ إجابة أخيرة على الأول نروح. على الأول نروح. محمد يقول الأول الثاني يقول على الأول نروح. يلا. النكتة السنية في المسألة المازنية يا كنترول، إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ إجابة صحيحة، عافية عليكم، عدلنا الفارق وصرنا من 130 نقطة إلى 180 نقطة. إذن أيها الأحبة الكرام،
تريدون بعد سؤال؟ حياكم والله. لا نريده. تريدون بعد؟ حتى نثبت. ها يلا نسأل بعد سؤال. سؤالكم الجماعي يا شباب يقول، سؤالكم الجماعي الأخير يقول، كنترول روح سؤال الجماعة. كتاب فيه 26 مجلدا يعد موسوعة بيلوغرافية لعالم أخذ على عاتقه جمع وحفظ تراث أهل البيت عليهم السلام، ويحمل عنوان طبقات أعلام الشيعة، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أعيان الشيعة. نسولف نتشاور. بدنا لا يسطع لا وبطلع عليه. اوكي حلو. اي ياهو ياهو يلا شباب ما يحتاج 30 ثانيه. احنا نريد نزودونا. احنا نريد الاجابه. اجابه شباب خلاص الثانيه خلاص انتم متفقين على الثانيه. الذريعه الى تصانيف الشيعة كنترول هي الجواب الاخير صح ولا خطا؟ كنترول يقول اجابه خطا. بشير قلهم واحد روح الخصم روح الخصم بعد أن يودع المسابقة. قال خلي نساعدهم وخلي نطلع بهاي الإجابة الصحيحة طبقات أعلام الشيعة. من قلهم واحد من أول مرة تصير المسابقة. فريق الخصم ينطي إجابة إلى الفريق من الآخر. من أجمل الخصوم التقينا به. من أجمل الخصوم. حلو الحقيقة يستاهل يكون يطول الفوز يعني. والله أنتوا قبل الفاصل يقول له إحنا ضيوف. علي يقول له زهر إحنا ضيوف عليكم. يقول له لا إيش قال له؟ قال له بيت شغل. ضيف أنا لو زرتنا لو جتنا إحنا ضيوف وأنت رب المنزل. يقول له أنت رب المنزل يا حبيبي. إحنا معازيب. حس أخذناها بلا خطار وبلا ضيوف. حلو. شكرا لكم شباب. مبارك لفريق جامعة الكوفة. 240 نقطة حلوات تستاهلون جبتوهن بجدارة. شبابنا الحلوين 180 نقطة جبتوها بكل ما عندكم من قوة وإصرار، وأكيد هذه النتيجة هي نتيجة متوقعة في المباراة في المسابقة. لابد أن يكون هنالك خاسر ولابد أن يكون هنالك فائز، فخلص هذا النتيجة ولابد أن نتقبل هذه النتائج. شكرا لكل جهودكم زهير وبشير ومحمد. كنا سعداء بلقائكم لأكثر من حلقة. ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نلتقي بكم في مواسم قادمة. شكرا شبابنا ليث وعلي وعلي. إن شاء الله نشوفكم مرة ثانية. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بالفوز معنا. أما أنتم مشاهدين الأحبة فأكيد كل الشكر لحضراتكم، وأنتم جزءا كبير من هذه المسابقة وأساسي أيضا، ولكم جزء من هذه المشاركة في الإجابة على سؤال الجمهور، وهو السؤال المخصص لحضراتكم في كل حلقة من حلقات البرنامج. بإمكانكم الإجابة على السؤال من خلال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وكل ما جاوبنا على أسئلة الحلقات كل ما زادت فرصتنا للفوز بأحدى الجوائز الثلاثة القيمة، وهي أما الذهاب إلى بيت الله الحرام، أو الذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، أو الذهاب إلى زيارة السيدة زينب عليها السلام. هذه الجوائز الثلاث مخصصة لكم، مجرد توصلون الإجابة الصحيحة وتدزوها على الواتساب. السؤال يقول كنترول، كتاب عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال من تأليف من؟ كل ما عليكم معرفة من هو المؤلف لهذا الكتاب وإرسال الإجابة الصحيحة من خلال الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في بلوغ إحدى الجوائز الثلاث القيمة المهمة في هذه المسابقة. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وشكرا لجهود شبابنا فريقي جامعة كربلاء وجامعة الكوفة. بهذا مشاهدينا الأحبة نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي وياكم في حلقات قادمة في مسابقة معارف التراث. نودعكم ونقول لكم في أمان الله.